هذا وتواصل مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين تسجيل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من 1,176,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم 1,140,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 447,000 شخص.